النبات الثاني في معدلات اداء جهاز المناعه هو نبات الدمسيسه. الدمسيسه او الافسنتين واحد من النباتات الطبيه القويه جدا في علاج الروماتويد ايضا. مش بس كده، كمان ده كمان بيعالج السكر، كمان بيعالج زي ما اتفقنا وقلنا اللي هو من مضادات الملاريا. مش بس كده، كمان الدمسيسه واحد من النباتات الطبيه اللي بتعمل تنظيف للجهاز الهضمي لكل الميكروبات اللي فيه.